لما قلنا هنروح المكان دوت كنا رايحينه على أساس إن احنا معزومين على مشويات وفراخ ولحمة وكفتة على الفحم، وكان المفروض إن هيكون في حاجات كتيرة جدا، لكن اتفاجئنا بعد كده إن الموضوع لا فيه مشويات ولا فيه لحم ولا فيه حتى فراخ. الموضوع كله انتهى بوجبة اندومي زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بقى كده يعني جايين وكلنا عمك عشان بس مطمنين ايه ان هيكون في تستوي اكل بسرعة. جميل وهيكون في فراخ وحاجات حلوة اهم حاجة وهنشوي التخفيف يا جماعة، ما وهنحمر حدش سرق. وهناكل اكل حلو. ترسي على كده في النهاية، يا سلام على تستوي المواقف المحزنة. عادي يا جدعان، اهو اندومي بطعم الفراخ وبطعم اللحمة، يلا اعتبروه اندومي على الفحم. يا شيف ابراهيم، نحاول نسقسق بس عشان قولنا بس، اشرح للناس كده. نحاول نسقسق الاندومي عشان يسيح. سيح يابا سيح. شايفين يا جدعان من على السطح من فوق اهو، والخلوة الجميلة والجو الجميل، الله اكبر. والدائري قدامنا، ومين يا اخويا؟ والدائري. لا احنا نيجي كده عشان نبين الفيو. الفيو. شايفين الفيو يا جدعان؟ المهم بس عرفنا، فيها مشويات ولا هترسي على اندومي بس في الاخر بعد كل دوت؟ عايزين نعرف الحقيقة بجد يعني. ولا حد بيرد علينا ولا اي حاجة، فهو واضح ان هي فعلا خلاص هو اندومي بس شكلها كده. زي ما انتوا شايفين يا جماعة، هي بدأت تنضج دلوقتي. بدأت ايه؟ تنضج. طيب ايه؟ ده ايه ده ايه؟ تنضج يعني ايه؟ هتصحى، ها؟ هتستوي. هتستوي. بدأت تستوي. ده موقف تعملوا فينا؟ ماشي يا عم اتريق عليا. بص يا براحتك. جمال، يا جمال ايه يا عم؟ ده موقف اتريق. انا تعملوا فينا؟ بتكلم بلغتك. اتكلم انت، بتتكلم بلغتك. بدأت تستوي. حط بقى الملح والشطة. انت مش عايز شطه؟ ماشي، يبقى دي مش بتاعتك. ده اكل عزاب ده، ها؟ حياه العزوبيه ده يا عم ابراهيم، مش كده؟ نعم، اكل اطفال. ايه؟ اكل اطفال. اكل اطفال، ما هم حياه العزوبيه كده، اسهل حاجه عندهم الاندومي. لو كنت اعرف ان الموضوع هيرسى على كده واندومي ومفيش فيها اي حاجه تانية يعني، كان الواحد فكر 100 مره قبل ما يجي لكم. سيبها بقى، ايه؟ تاكل في بعضها شويه، تاكل في بعضها، كلي في بعضك. الملح والحاجات التوابل بتاعتها دي تخش طبعا فيها. يا جدعان انتوا شايفين الجو يعني، مش عايزين بقى حد يتريق على الادوات اللي موجوده. طبعا مفيش اي ادوات هنا، يا دوبك احنا لقينا الحله كده بالصدفه. والبوتاجاز جميل، البوتاجاز الله شكله رائع يا ابراهيم. هنا احنا عايشين ولا حياتي البدائيه، صح يا ابراهيم؟ معانا ومعاكم الشيف ابراهيم، واحلى طبق اندومي من على ضفاف النيل. واللي مش شايف النيل معانا نوريه له هناك اهو. شايفين النيل اهو؟ النيل اهو، وابراهيم اهو. والاندومي اهو، اندومي مشوي على الفحم. يعني واضح ان هم كان قصدهم ان هم هيعزمونا على اندومي على الفحم. طيب بقى قول لنا يا ابراهيم بقى، الاندومي بتحط له انت ملح ولا حاجه ولا لا؟ هو هو التوابل معاه. هو بيجي كل حاجته معايا. وبتغليه بقى زي المكرونه ولا بتسخن الميه بس؟ سخن الميه وتسيبه بس 5 دقايق بس، احنا عندنا النار ضعيفه شويه فاحنا سايبينه شويه. يعني انت بتسيبه على النار كده بس 5 دقايق؟ طب ما كده هيغلي ولا ما بتخليهاش تغلي؟ لا ما تغليش. انت هتاكلها قبل ما تستوي ولا هتاكلها تخلصها على ما تستوي؟ لازم تدوق قبل ما تاكل. لازم تدوق قبل ما تاكل. طب ماشي، لما تستوي. استوت خلاص كده؟ استوت. ده ايه السرعه دي؟ يا سيدي يا سيدي، الله الله عليك يا سيدي. المايه الزياده بنخلص منها كمان. المايه الزياده بنخلص منها. بتخلص منها. طب اتخلص بقى، اتخلص. خلاص اتخلص ولا اتخلصت خلاص؟ خلاص اتخلصت. طيب انت بتعمل ايه؟ طبق تاني؟ طبق تاني. طيب
طبعا يا جماعه هو الطبق التاني ده مش هو اللي هياكله طبعا، اكيد حد مننا اللي هياكله يعني. هو ايه، هيخلص الاكل كله ولا ايه؟ معقول يعني هي بلا فراخ ولا اندومي كمان؟ يلا يا معلم دي دوق كده. انا محتفظ بيها بس. ما حلو، حلو الكلام، حلو الكلام ده. كنا عملنا في حل يا عم اهو، وجبنا الكيس التاني علشان نعمله هو كمان اهو. ايه نو حبيبي، خد يا استاذ عبد الرحمن. مين هياكل الطبق ده؟ كل كل عبد الرحمن، تعالى عبد الرحمن، كل عبد الرحمن، اقعد عبد الرحمن، تعالى اقعد عبد الرحمن، اقعد. هتاكل يا جمال معاه؟ لا لا لا، اقعد هنا، اقعد هنا، حط طبقك جاي، اقعد هنا، حط طبقك جاي، ما تخافش حبيبي، طبقك جاي. صحيح قريبك انا، ايه رايك؟ حلو، قول لنا طعمك في الاندومي يا عبد الرحمن. طعمك في الاندومي حلو؟ مش طعم الاندومي، طعمك حلو. انا بعمله. طعمك حلو انت ولا الاندومي ولا طعمه حلو؟ طعمه حلو طبعا. ومعانا طبعا اهو حبيبنا مستوي عمو جمال. يا حاج عمو جمال مش عاجبه اللي عامله ابراهيم؟ الميه عايز تغلي، وبقول لك عايز استوي. سيبها طب سيبها تستوي يا عم. طبعا الثلاثه كده هيخمسوا في الطبق. انا خمس. حلو. اللي يشوفكم انتوا بتتخانقوا على الطبق كده يقول ان انتوا بتتخانقوا على ورك فرخه ولا على حته كفته. انتظرونا مع الفيديو دوت ان شاء الله هترفع على قناه اليوتيوب في اسرع وقت. حلوه؟ حلوه؟ مش فاهم. ابراهيم، ابراهيم اربط اللمبه دي يا ابراهيم. لحظه، اربط اللمبه دي. بس بندوق معاك الطبق ده اول. طب جمال ايه الاخبار؟ الطعم عامل ايه؟ لا كويس، بس هو لو ساب الطبق حط الطبق هنا، حط الطبق هنا. كلهم بيتخانقوا على الطبق يا جدعان، معلش جعانين من امبارح ما كلوش. ايه عامل هاموش ده؟ مش انت اللي ماسك؟ ورجعنا لكم من تاني. ازاي يعني؟ وهنكمل مع بعض. حط كل مره بس نجيب الاضاءه. ايوه ابراهيم بيفتح الكيس، كيس الاندومي، ويحط في الحله. ما تقول يا ابراهيم بتعمل ايه يا ابراهيم؟ مش انت تقول؟ لا انا كلامي غير كلامك يا عم ابراهيم، انت راجل شيف قديم متخصص. خسراش قوي يا ابراهيم يعني، انت لازم تمسكها بالشوكه تبقى الله ينور عليك، ده هو جمالها في كده يا ابراهيم. لكن هفضل اصطاد من الطبق. وهوب رجعنا ليكم. الموبايل الموبايل اللي من النهار ده لف ولا اقفله ولا عامل في اي حاجه؟ فين يا ابراهيم الحله؟ ابراهيم الحله اصل الحله. هو فعلا الجو وحش يعني، ده لو ما كانش اندومي وكان اي حاجه غير الاندومي والله ما كنا هنقول اي حاجه، وكنا هناكل برضو وكنا هنكون مبسوطين. ماشي يا ابراهيم، حلو الموقف اللي انتوا عملتوه فينا ده. اي يا عم الشيخ، بنحاول انها تستوي بس عشان ما كترناش الميه المره دي، عشان المره اللي فاتت كانت ميه زياده ودلقناها. فطبعا بنتعلم من اخطائنا. بالظبط، مش كده؟ بالظبط، بنتعلم من اخطائنا. الواحد مش حريف اندومي اصلا. باكلها جوه والله. تاكلها جوه؟ معلش اي حاجه تسد جوايا يا جدعان، زي ما انتوا شايفين. ما احنا مفيش. ابراهيم راجل شيف محترف يعني، لو كان في خامات كان عمل لنا احلاها اكل دلوقتي، لكن مع الاسف. انا ممكن اطبخ لكم جبنه بيضه ما حصلتش. يا سيدي يا سيدي عليك، طب ما تقول لنا بتطبخ ازاي؟ حط عليها شويه زيت. قطع جنبها شويه قوطه وتاكل. انا اتهريت من الهاموش ده. هو انت كده بتصور اليوتيوب؟ لا والله. والله وريني كده. اوريكي ايه؟ الله يسامحك. الله. طبعا يا جماعه مش قادر اقول لكم الريحه
تهبل ما يعلم بقى الا ربنا يعني الريحه. ها صراحه تسلم ايدي. تسلم ايدك فعلا. مين يشهد للعروسه؟ مين يشهد للعروسه؟ ودي استوت طبعا عشان اتعملت مظبوطه. طب دلوقتي بقى انا هفصل معاكم الفيديو عشان الطبق الاولاني هم خلصوه، انا ما لحقتش اكل حاجه. فكده شكرا ليكم ويا رب الفيديو يعجبكم، وان شاء الله هنعمل لكم جزء تاني، ربنا ييسر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا امسك. طب خد طب استنى بقى، استنى لما اقفل بقى. يلا مع السلامه يا شباب.